يوم 6 أغسطس 1945 أسقطت طائرة أمريكية اسمها إينولا جاي قنبلة ذرية كانت الأولى من نوعها في التاريخ. العالم اتفرج على سلاح مسح مدينة كاملة من الوجود، سلاح أكبر اليابان الدولة المقاتلة العنيدة على إنهاء الحرب فورا، وخلاها توقع على الاستسلام غير المشروط. الاتحاد السوفيتي كان حليف لأمريكا في الحرب العالمية الثانية، بس ما كانش يعرف إن أمريكا عندها السلاح الرهيب ده. بعد أسبوعين فقط من قنبلة هيروشيما، الزعيم السوفيتي جوزيف ستالين طلب من العلماء في معهد ليبيديف للعلوم الفيزيائية في موسكو إنهم يعملوا له قنبلة ذرية ليبدأ ما سجل في التاريخ باسم سباق التسلح النووي. هنتكلم في الحلقة دي عن إزاي انتهى السباق ده بأكبر تفجير من فعل الإنسان في التاريخ. هنتكلم عن القنبلة القيصر اللي أنتجت قوة تدميرية أكتر من 50 مليون طن، يعني قد قنبلة هيروشيما 3300 مرة. بس خلوني أولا أرحب بمشتركين القدام وأدعوك لو معدي بالصدفة ودي أول حلقة تشوفها عندنا تشترك في القناة وتفعل علامة الجرس علشان نشوفك تاني. القنابل الأمريكية اللي ألقيت على اليابان كانت نتاج شغل حوالي 5 سنين من البحث والتجارب تحت مظلة مشروع سري اسمه مشروع مانهاتن، وده المشروع اللي اتبنت علشانه مدينة سرية كاملة في لوس ألاموس في نيو مكسيكو. الأمريكان كانوا عارفين إن السوفييت هيوصلوا لتصنيع قنبلة ذرية وإن الموضوع مسألة وقت بس. وفعلا يوم 29 أغسطس 1949 عمل الاتحاد السوفيتي أول تفجير نووي ليه، ورجعت قوانين اللعبة اتغيرت تاني لأن ما بقتش أمريكا هي الدولة الوحيدة اللي عندها قنابل ذرية. القنبلة السوفيتية الأولى كانت نسخة مطابقة لقنبلة ناجازاكي. ليه مطابقة؟ علشان كان في جواسيس في المشروع النووي الأمريكي، ومش جواسيس مزروعين ولا حاجة، معظمهم علماء كانوا مقتنعين إن انفراد أمريكا بامتلاك السلاح النووي هيخل بالتوازن والسلام في العالم، وهم دول اللي باعوا الأسرار للاتحاد السوفيتي اللي على أساسها انضم كعضو جديد للنادي النووي. طبعا أمريكا مش هتسكت، وابتدت تشتغل على تطوير أكبر للقنبلة النووية علشان تخليها أقوى من الجيل اللي كان موجود وقتها علشان تحافظ على تفوقها، وهنا ولدت فكرة القنبلة الهيدروجينية. هو محدش من السادة المشاهدين هيعمل قنبلة هيدروجينية في البيت، وبالتالي المقادير والميكانيزم مش حاجة ضرورية قوي، بس برضو العلم نور. القنبلة الهيدروجينية نظريا يعني عبارة عن قنبلة ذرية عادية زيها زي بتاعت هيروشيما وناجازاكي، بس معاها في نفس العبوة تانك من النظائر المشعة للهيدروجين. الانفجار الأولي بتاع القنبلة الذرية هيطلع منه كمية طاقة خرافية بطبيعة الحال لأنها قنبلة ذرية. كمية الطاقة دي مع النظائر المشعة للهيدروجين هتتحول لقنبلة وقود، قنبلة حرارية يعني، لأن نظائر الهيدروجين المشعة بتتحول لبلازما، وده غاز شديد الحرارة. تقوم القنبلة تعمل موجة ضغط انفجاري اللي هو ضغط القنبلة الذرية العادي، وموجة تفاعلات حرارية جحيم، وبعدين موجة ضغط تانية بسبب انكماش اللهب وكوكتيل إشعاعات بقى وغبار ذري وبلاوي سودة. أضف إلى ذلك إن القنبلة الهيدروجينية بتولد حرارة بمقدار المتاح من نظائر الهيدروجين، وده معناه إنك كل ما تزود نظائر الهيدروجين المشعة بتزود الطاقة الحرارية اللي طالعة من القنبلة، وبالتالي القنبلة الهيدروجينية ملهاش سقف في القوة التدميرية اللي ممكن توصل لها. الكلام ده كله على الورق منطقي وعلمي، بس يا ترى هينفع؟ لازم نجرب. يوم 1 نوفمبر 1952 اتفجرت القنبلة الهيدروجينية اللي حملت اسم إيفي مايك، وده كان تطور علمي كبير لأنه أول تفاعل نووي حراري من فعل الإنسان مطلقا. التفاعلات اللي من النوع ده لا تحدث إلا على سطح الشمس. المشكلة الفنية إن القنبلة مايك كان وزنها 82 طن، لو عايزين نضربها على العدو هنوديها إزاي؟ مفيش صاروخ هيشيل الوزن ده ولا قاذفة حربية. يعني في الآخر القنبلة مايك دي كانت تجربة على الأرض. المطلوب بقى قنبلة من نفس النوع بس وزنها يسمح إنها تتنقل بالجو.
ورغم أن الأمريكان كان يبدو أنهم سابقين بكتير، في يوم 12 أغسطس 1953 فجر الاتحاد السوفيتي قنبلته الهيدروجينية الأولى. ده بعد أقل من سنة من التجربة الأمريكية للقنبلة إيفي مايك. وده ما كانش كله نتيجة للتطور العلمي السوفيتي، هو برضو كان بسبب التطور السوفيتي في التجسس على العملية الأمريكية وسرقة أسرارها. وعلى فكرة في التجربة دي القنبلة السوفيتية كانت بحجم ووزن يسمح بنقلها بالطيران، يعني كانوا السوفييت سبقوا الأمريكان بخطوة واسعة جدا. بعد 6 شهور كان الرد الأمريكي جاهز. العلماء في لوس ألاموس عملوا قنبلة ملمومة أكتر ومبنية من أخف معدن متاح وينفع، وهو الليثيوم. والليثيوم ده عنصر متعدد الصور. الصورة اللي كانت مطلوبة للشغلانة دي هي الليثيوم 6، واسطوانة الوقود الليثيوم دي اتحطت جوه أنبوبة ألومنيوم. القنبلة كلها كان اسمها كاسل برافو، ونظرا لأسباب فيزيائية تتعلق بطبيعة الليثيوم المستخدم في العبوة، وبعد الانفجار الأولي تحول الليثيوم ده لمادة مشعة أخرى هو كمان، وده ما كانش عامل محسوب، وكانت نتيجته إن القنبلة دي أنتجت انفجار بقوة 15 مليون طن، 3 أضعاف اللي كان متوقع. انفجار هذه القنبلة تسبب في تبخر 3 جزر في مركز الانفجار. الجزر اتبخرت فعلا، اختفت من الوجود، وبقى مكانهم حفرة في المحيط باتساع كيلومتر كامل وعمقها 60 متر. سنة 61 الحرب الباردة كانت وصلت لمستوى الخطر بالمواجهة في برلين، وقرر الاتحاد السوفيتي انه يبني جدار برلين. والزعيم السوفيتي نيكيتا خرشوف كان راجل دماغه ناشفة وعنيد، وقرر ان الاتحاد السوفيتي يعمل قنبلة اكبر من اي قنبلة نووية اتعملت قبل كده. العالم المسؤول عن المشروع ده كان اسمه أندريه ساخاروف، والمطلوب منه كان كالتالي: عايزين قنبلة قد الأمريكاني 6 مرات، وفي نفس الوقت تبقى صغيرة في الحجم بحيث نعرف نرميها من طيارة. ومشروع القنبلة دي اتسمى تسار بومبا. تسار يعني قيصر، وبومبا يعني قنبلة. القنبلة القيصر. القنبلة القيصر كانت قنبلة من 3 مراحل، مش مرحلتين زي القنبلة الأمريكية كاسل برافو. قنبلة ذرية تفتتح التفاعل، وتانك من نظائر الهيدروجين المشع عادي، وجواه مرحلة تالتة من نفس النوع. احنا بقى عايزين نعمل قنبلة 100 ميجا طن، أي ما يوازي انفجار 100 مليون طن من مادة TNT شديدة الانفجار. هو نظريا ممكن، بس عمليا القنبلة دي انفجارها هيطلع في الفضاء الخارجي، لأن الغلاف الجوي كله أقل من 100 كيلومتر، وسحابة انفجار بالقوة دي هتطلع بالتأكيد من الغلاف الجوي، وده مش هتبقى نتيجته سعيدة خالص. ساخاروف كانت عنده أوامر بحكاية 100 مليون طن دي، بس قبل التنفيذ هو قرر يخفض الشدة الانفجارية للقنبلة لحد 50 ميجا طن بس. لكن برضو ما زلنا بنتكلم عن أكبر طاقة تدميرية عملها الإنسان. تسار بومبا جهزت وبقت مستعدة للتجربة. 30 أكتوبر 1961، طلعت طيارة من قاعدة جوية في شمال روسيا على بعد 900 كيلومتر من موقع التفجير اللي كان مترتب ليه أنه يتم في جزيرة ناحية القطب الشمالي اسمها نوفايا زيميليا. القنبلة القيصر كان وزنها 27 طن، وكانت مزودة بمظلة هبوط مصنوعة علشانها مخصوص، لأنها هتترمي من الجو على ارتفاع 10,000 متر، وهتنزل مسافة 6,500 متر، وبعدين تنفجر في الجو. ده على أساس إن الطيارة اللي رمت القنبلة تلحق تبعد عن مكان التفجير قبل الشوك ويف ما توقعها. وترمت القنبلة وانفجرت حسب الخطة على الارتفاع المقرر، وحصلت موجة ضغط انفجاري خلت الطيارة اللي رمتها تتحدف عن مسارها كيلومتر كامل لتحت، اتشفطت يعني. والانفجار هز الأرض هزة زلزالية رصدها الأمريكان في واشنطن، وعرفوا إنها تجربة نووية غير مسبوقة، لأن المكان اللي حصل فيه الانفجار بعيد تماماً عن أي حزام زلزالي. وبعدين سحابة الانفجار طلعت لارتفاع 64 كيلومتر، 7 مرات أعلى من قمة جبل إيفرست. قنبلة كفيلة بقتل حوالي 3 مليون إنسان في الانفجار الأول. انفجار مدمر في دايرة نصف قطرها 500 كيلومتر،
بص، لتبسيط الصورة، لو قنبلة بالطاقة دي اترمت في منتصف دولة بحجم فرنسا، مفيش شبر في الدولة دي هينجو من أثرها المباشر أو أثرها المزمن. النتيجة المرعبة دي أثرت على العالم اللي طور القنبلة، أندري ساخاروف، والراجل اللي أنتج الوحش ده تحول لواحد من أشد مناهضي التجارب النووية في العالم، لحد ما أمريكا والاتحاد السوفيتي اتفقوا في معاهدة سنة 1963 على وقف التفجيرات النووية في العراء وقصرها على التجارب النووية تحت الأرض. وده مش معناه إن السباق النووي انتهى، هو نزل تحت الأرض بس، وأنتج في النهاية ما يقرب من 14 ألف رأس نووي عند أمريكا والاتحاد السوفيتي فقط، غير اللي عنده حلفاء كل طرف. والخوف إن الترسانة دي تفتح النار على بعضها بالغلط وتفني الكوكب خلت دولتين يعملوا خط تليفون مباشر ما بين رئيس أمريكا ورئيس الاتحاد السوفيتي، عشان لو حصل أي حاجة تدعو للقلق ما تولعش حرب نووية بالغلط. لو عجبتك الحلقة دي دوس لايك، وما تنساش تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتفعل علامة الجرس، ونشوفكوا الحلقة الجاية.